السلام عليكم. اليوم كيف ما طلبتوا مني غادي نوريكم ماسك ولو فيزاج مكونات ديالو طبيعيه وموجوده في كل دار، وهو في نفس الوقت مقشر. اول مكون غادي نخدموا به هو الروز، الطحين ديال الروز. الروز معروف مرطب البشره، كينقيها من الشوائب اللي فيها، ومبيض في نفس الوقت. الطحين ديال الروز موجود في لي سوبر مارشي، مي سينو انايا بيرسونيلمون كناخذ الروز اللي عندي في الدار وكنطحنو وكنديرو في قريعه وكنبقى ناخذ منه كل مره شويه. المكون الثاني هو القهوه المطحونه. القهوه منشط طبيعي للبشره، كتعطيها حيويه ونضاره، وفي نفس الوقت كتعطل ظهور التجاعيد. لالويفيرا هو مرطب وكينقص الجفاف والحمرار اللي كيكون بسبب الشمس. الا ما كانش عندكم لالويفيرا تقدروا تستعملوا العسل. العسل كله فوائد للبشره، هو مغذي مضاد للاكسده مرطب، يعني كله فوائد. واخر مكون هو زيت شجره الشاي. الا ما كانش عندكم تقدروا تستغنوا عنه، ولكن الا لقيتو من تشريوه فهو زوين وزوين بزاف. هاد الزيت كيقتل البكتيريا وكيعقم البشره وكيحبس الحبوب اللي يلاه باغيين ينوضوا ما كيخليهمش ينوضوا، والا كانوا عندنا ديجا حبوب في الوجه كينشفهم. كناخذوا هاد المكونات وكنخلطوهم، كناخذوا معلقه من كل حاجه، يعني معلقه من طحين الروز، معلقه من القهوه، قطره حتى جوج قطرات ديال زيت شجره الشاي، ومعلقه ديال لالويفيرا. كنمزجوا مزيان هذا الخليط وكنوضعوه على الوجه، وكنبداو نقومو بحركات دائريه باش كنبداو عمليه تقشير. نخليو الماسك في الوجه لمده 20 دقيقه ومن بعد نغسلوه بالماء الدافئ. ملي كنشفو الوجه كنستعملو سيروم فيتامين او فيتامين سي اللي عندكم، والا ما كانش عندكم سيروم كنرشو غير شويه ديال الماء الورد وكنخليوه حتى ينشف، وبالصحه والراحه. قبل ما نخليكم نوقف معكم على واحد النقطه، هي ان هاد الماسك ولي ماسك اللي ان شاء الله غادي نديرهم من بعد فلاشين كلهم مجرباهم على راسي ولقي عليهم نتيجه. هذاك الشيء اللي شجعني على انني نشاركهم معكم. نتمنى تجربوه وتعطوني ارائكم. خليتكم على خير وعلى بروشين ان شاء الله.